نكمل مباراة منتخب مصر والمنتخب التونسي خسرنا نخسر عادي اخطاء فنيه هيتلاشى ان شاء الله فيتوريا وانا واثق في ده الفتره اللي جايه وكان لها اسباب النهارده عدد كبير من اللاعبين مش موجودين عدد كبير من اللاعبين بيلعبوا مع بعض لاول مره خطوط كاملة مش موجودة النهارده زي الخط الدفاعي تقريبا كله تقريبا معدل يعني خط دفاعي كان المفروض يعني بيبقى فيه اساسي محمد هاني محمد عبد المنعم احمد حجازي احمد فتوح او محمد حمدي الاربعة النهارده بيلعبوا مع بعض لاول مرة رغم قيمة كل واحد فرديا بس مفهوم كل ده مفهوم انا النهارده وانا بتفرج على المباراة ما عنديش يعني ايه زعل زعل على النتيجة بس هقول لك حاجة انا عارف انه ممكن كتير من الناس يتحفظوا انه يتكلموا عنها بس انا بحب منتخب بلدي ودايما بشوفه هو رقم واحد مع كامل الاحترام لبعض المشجعين وقله من المشجعين وبقول قله عشان مش المفروض يبقوا كتير اللي اصبح الانديه بتاعتهم اولويه بالنسبه لهم عن منتخب بلدهم دول قله قليله مش كتير بصوا يا جماعه حصل في حكايه الاهلي ومنتخب مصر فيما يخص اللاعبين اولا عشان بس احط النقط فوق الحروف عشان محدش يمسك في كلمه ويسيب الثانيه. اولا الاهلي لم يخطئ في طلب اللاعبين بتوعه قبل مواجهه السوبر الافريقي لسببين، اول سبب من وجهه نظر الاهلي انه ما هو رايح يمثل مصر برضه في بطوله مهمه بطوله السوبر الافريقي. تاني سبب وده اللي انا واقف عنده كتير ان الموقف ده تقرر قبل كده مع لاعبين في انديه اخرى طلبوا لعبتهم من المنتخب وتم السماح ليهم ان هم ياخدوا فالاهلي من حقه يقول اشمعنى انا طب ما انا كمان صح كده صح فانا اقدرش اغلط الاهلي اولا ثانيا منتخب مصر في العرف مش العرف ايه القاعده في العالم كله ان المنتخب اولويه عن اي نادي في العالم تمام فأنت بتشوف الأول مصلحة منتخب بلدك وبعد كده إيه نتكلم في كل الفرق والأندية واحتياجاتهم وعايزين إيه وبيمثلوا بلدهم إزاي وهكذا. فالمنتخب يا جماعة قاعدة أولوية لينا إن إحنا نهتم بيه. اللي حصل إن النهارده المنتخب عانى طبعًا بغياب محمد عبد المنعم، غياب عانى من غياب محمد الشناوي، عانى من غياب محمد هاني، عانى من غياب مروان عطية، ولو كان هياخد لاعبين تانيين كان هيبقى فيه لاعبين تانيين، عانى المنتخب طبعًا. طيب خسرنا مباراه في ناس تقول لك ما يا عم وده بقى وخلاص ماشي بس ليه نخسر ليه منتخب مصر يخسر اصلا ادام في ايدينا نكسب انا بقول لك عشان بس ما بغير كلامي مباراه وديه عادي النتيجه فيها لو بتتعلم بس ليه نخسر لو في ايدينا ما نخسرش الخلاصه ايه عشان بس ما تحسش ان انا بتوهك الخلاصه ايه ادينا تعلمنا من اخطائنا الفنيه وانا واثق ان فيتوريا هيتعلم النهارده من الاخطاء الفنيه اللي حصلت الاخطاء الاداريه لابد لا ان نتعلم منها وانا متاكد ان احنا هنتعلم منها بعد اللي حصل النهارده ايه هي لا كامل الاحترام للاهلي كامل الاحترام للزمالك كامل الاحترام للبيراميدز كامل الاحترام لكل الانديه المصريه منتخب مصر اولويه اولويه اللي يعوزوا منتخب مصر يحرم على اي نادي اخر معروفه دي صح كده عشان محدش يزعل وعشان محدش يقول اشمعنى ما هو اللي هيقول اشمعنى ادام عملت استثناء هتضطر تدي استثناء للكل زي ما حصل مع النادي الاهلي وحقه فما تديش سنة تاني ممنوع منتخب مصر اولويه طيب عشان ابقى امين هو مين اللي عامل لنا المشكله دي كلها بصراحه يعني الكاف الاتحاد الافريقي لكره القدم كوارث كوارث يعني ايه اجنده دوليه منتخبات بتلعب فيها ورايح تلعب مباراه بعدها بتلت سوبر بعدها بثلاث ايام سوبر افريقي انت برضه اللي منظمها بتقول انت برضه اللي منظمها ازاي ازاي اصل الموقف ده ما اتكررش بس في القصه دي اتكرر في حاجات تانية كتير فاكرين برضو ساعه كاس الامم الافريقيه والاهلي وكاس العالم للانديه وتفاصيل كثيره بهذا الامر كفايه بقى كفايه الاتحاد الافريقي والتفاصيل دي انا كنت من كام يوم قلت معلومه ان اتحاد الكره المصري هيشكو رئيس لجنه المسابقات اللي موجود في الكاف على تنظيم المباريات والطريقه دي ما بالك احنا عاملين نخبط في بعض هنا والخطا من الاساس عند الكاف بصراحه يعني اه لو الكاف اخطا يعني اهو لو كان اخطا زي ما بيعمل كده ما نجيش هنا نقعد قعده عربي كده ونقعد ندردش وقعده عرب وندردش ونقول والله خد انت واحد وسيب واحد واتنين واتنين لا منتخب مصر اولويه اولويه ارجوكم يا جماعه انا بقول الكلام ده جمهور الاهلي هيزعل مني وبكره هيزعل مني جمهور الزمالك وبعده هيزعل مني جمهور الاسماعيلي والمصري منتخب معلش انا اسف يعني ما هو كامل الاحترام لو انت مش شايف كده تبقى انت اللي غلطان مش انا بصراحه يعني اي حد انت دي مش حضرتك حضرتك كمشاهد انت كاتحاد كوره انت كمسؤولين انديه انتوا كمدربين انديه لو انتوا مش شايفين ان مصلحه منتخب مصر الاولويه نبقى كلنا غلطانين ولازم اللي يحمي ده اتحاد الكوره لازم دي نقطه من عن منتخبنا الوطني